السيدة والسادة، إدريس الأزمي الإدريسي، وزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. مساء الخير. مساء الخير. تعليق على الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكركم على يعني هذه الطاولة حول هذا الموضوع المهم. كيف ما شار السيد الرئيس، هو بالفعل موضوع مهم، وذا موضوع اللي يشكل انشغال يعني واحد الفئة عريضة من المجتمع المغربي. يعني رقم بسيط، الآن العدد ديال المنخرطين في الصناديق الأربعة اللي معروفة يفوق 3,600,000. العدد ديال المستفيدين من المعاشات أكثر من 1,100,000، وبالتالي تنتكلموا هادو أفراد، ما نتكلموش على العائلات. إلا ضربنا هذا في المعدل ديال العائلة المغربية ديال خمسة، تجاوزوا 10 ديال المليون، وبالتالي حنا تنتكلموا على هاد الفئة هادي طبيعة الحال، الحفاظ على القدرة الشرائية ديالها الحالية والمستقبلية، هادي من جهة، ولكن كنت نتحدث كذلك عن فئة أصلا ليس لها أي شيء، يعني تتخرج للتقاعد تعمل طول حياتها ولكن ما عندهاش نظام اللي يغطيها، وبالتالي تنتكلموا على فئات عريضة من المجتمع المغربي. وهذه المسألة كيف ما قال السيد رئيس الحكومة هي مسألة يعني كل القوى الحية في البلاد، ليس مسألة الحكومة ولكن مسألة كل القوى الحية. الإشكال أتمنى من هذا يعني هذا الحوار أن يتم طرح الإشكال بكل موضوعية، أن نتحاور بكل مسؤولية، الهدف مرة أخرى هو المصلحة العليا للوطن. شكرا لك، وهذا ما نتمنى أيضا. يحضر معنا أيضا الأستاذ الباحث سيد محمد شيكر. أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة. فيما يخص قضية وإشكالية التقاعد، هي إشكالية مفصلية وإشكالية هيكلية، باعتبار أننا نعيش حاليا مرحلة دقيقة وحرجة على مستوى التاريخ المغرب. نحن نعيش حاليا عند مستوى منعرج تاريخي، لأنه إشكالية التقاعد لا بد من تربط بإشكالية الضريبة، لا بد من تربط بإشكالية المقاصة، وهذه أشكاليات مجتمعية وليست فقط اجتماعية. لهذا أنا كنعتبر بأنه التعامل مع هذه القضايا هو تعامل يجب أن يكون ليس فقط على المستوى السياسي ولا التقني، ولكن كذلك على المستوى المجتمعي. وهنا اللي كنعتبر بأنه حاليا إذا كنا نفكروا في الإشكالية، خصنا نفكروا في الإشكالية في إطارها العام، في إطار الإشكاليات التي تعيشها حاليا، التي يعيشها حاليا المغرب، واللي غتحدد مسار المغرب، بالأقل ربما تحدد المغرب كيف سيكون في هذه 20 و30 سنة المقبلة. نعم، إذا هذا ما سندرسه. المعارضة ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة من خلال السيد وحيد خوجل أمين عام الجهوي لجهة الدار البيضاء. مساء الخير. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. ربما أستسمح النظارة لأغردها خارج السرب. علاش كنهضروا؟ شنو طبيعة الإشكالية؟ نحن أمام نظام للتقاعد نابع من نظام للحماية الاجتماعية، اللي شكله أصلا في شكله تخلق أزمات. النظام اللي كنشتغلوا به حنا نظام التوزيع، راه ماشي نظام أبدي، نظام كيخلق إشكالية عندما يتعلق الأمر بأزمة اقتصادية ما، بأزمة مالية ما، بأزمة تشغيل، وعندما يتعلق الأمر كذلك بتغيير في ميكانيزم احتساب التقاعد، أو عند إذا كتب الله كان العمر ديال المتقاعد طويل. إذن نحن أمام إشكالية بسيطة جدا ما نقولوهاش. جوج الكلمات تيخلعوني، وأنا كتعرفوني بكل تواضع شديد أنا ولد ميدان، غير 31 عام ديال الشغل في هذا الميدان. كلمة الإفلاس، الأنظمة ديال التوزيع ما فيهاش الإفلاس إطلاقا، وتنقل النظارة الكرام يحيدون بالهم كلمة الإفلاس. الإفلاس لو أنك نحن عندنا شي منظمة بحال إنرون أو رومان بروذر أو ينجي، لأنه كانت اللي كتعتمد على البورصة. إحنا ما عندناش الإفلاس، عندنا أنظمة مبنية على التوزيع الإفلاس عندما سيتوقف النشطون العاملون عن أداء اشتراكاتهم، وهذا سيناريو مستبعاد. الكلمة الثانية الإصلاح، واش عندنا شي عطب؟ ماشي الإصلاح، ترجمة الإصلاح جات الكلمة ريفورم اللي اعتمدتها الأوساط اللي اشتغلت على هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالأوساط اللي كدير الحسابات الأكتوارية أو الدراسة القانونية، كتقول لا ريفورم. وهذه الكلمة لا ريفورم ماشي ولدت، احترامتي السي رئيس الحكومة المحترم، ماشي ولدت 2000، من تخلق نظام سواء تعلق الأمر بالضمان الاجتماعي أو تعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد أو بالإرسائر أو غيره، دائما كندخلوا إصلاحات يعني دي بارامتريك دائما،
وهذه من طبيعة إذن جوج حاجات باش ما نطولش. نرجعوا لهم بيان. لكن باش نطمئنوا الناس، كلمة الإفلاس ما كيناش. كلمة الإصلاح ربما خصنا نعالجوهم. تستعمل في. نقول لهم معالجة تقنية لبعض بعض الأمور اللي كتخلق في الإطار ديالها. بعد أن نقدم السيدة فاطمة عفيد نائبة الكاتب العام لمنظمة الديمقراطية للشغل. شكرا على الاستضافة الأستاذ العدوي. أنا حقيقة أستغرب لتصريح السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، لأننا نحن أمام حسب نتائج الانتخابات أمام حكومة سياسية ولديها برنامج انتخابي. على أي حال هناك مواطنون صوتوا على هذا البرنامج اللي كان الشعار ديالو الكبير هو محاربة الفساد والاستبداد. أنا لا أفهم أن السيد بن كيران يتحدث عن تأخر الإصلاح وهو مدخله للمعركة الانتخابية في ظل حراك اجتماعي يعرفه الجميع في المغرب، يتحدث عن تأخر. ألا يمكن الحديث عن تأخر المساءلة والمحاسبة؟ هذه أموال ضخت، أين صرفت؟ المدخل لمحاربة الفساد ولمحاربة الريع ولمحاربة الصناديق السوداء كان يجب أن يبدأ أولا السيد رئيس الحكومة بتطبيق برنامجه الانتخابي اللي فيه أولا المساءلة والمحاسبة. تتكلم على 33% ديال الساكنة ما هي اللي ديال الساكنة اللي كتستفد، إوا علاش؟ فينا هو التوظيف ديال الناس؟ الناس اللي خدامين وما تيديكلاراش بهم في الصناديق، شكون المسؤولية؟ مسؤولية من؟ اليوم نتحدث عن الإصلاح والناس كتحاكم، ونساليو بعد المسار ديال المحاكمات. اش من الناس اللي تتحاكم؟ شكون اللي بغيتي تتحاكم؟ كاين محاكمة اليوم ديال الناس المسؤولين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. خصنا نحافظوا على استقلالية القضاء وعلى المسار ديال القضاء وشنو واقع في السينيسيس، ونعرفوا بعدا اش واقع عاد ندخلوا. إذا دابا عندنا واحد ديال الإصلاح، لأن الخطاب أحيانا تيكون عام. هو مسألة سياسية، لأن احنا ماشي أمام ناس الا نبغيو يوليو تكنوقراطيين يوليو تيتكلموا على الارقام، اما التشخيص حنا كنعرفوا التشخيص. اذا في هذا المدخل التمهيدي عندنا مجموعه ديال النقاط اللي غادي نجاوبوا عليها، لكن نبغيو نبداو بالتوقيت. علاش الان دق ناقوس الخطر في حين انه المشكل كان معروف منذ سنوات؟ هو التوقيت لم يدق ناقوس الخطر الان. الإشكال ديال الإفلاس مطروح، ما نبقاوش نلعبوا على الكلمة. أنت ما متفقش مع السي خويجة ملي تيقول أنا غادي نقول علاش. هو محق ملي تيقول أودي، ولكن تيقول لك ما كاينش الإفلاس وتيقول لك الإصلاح، نديروا غير مقاييس، وهذيك المقاييس هي اللي ما غاتحيد الإفلاس. نعم. غير هي ديك المقاييس ماشي بديك السهولة التي يتوقعها الكل. غير باش نتكلموا، حنا الآن أمام حكومة سياسية بامتياز، ولكن السياسة راها فيها الأرقام. نعم. السياسة فيها الأرقام، فيها أنك كنتي في واحد النظام، هذا النظام ديال التوزيع صحيح خصنا نشرحوا للمواطنين باش يفهموا. نعم. لان الهدف التبسيط، الراي العام اصبح ما تسمعش غير الكلام، تيفهم الارقام. نعم. وتيبغي يسمع الارقام ويتبع الامور. شرحوا للناس النظام ديال التقاعد في المغرب شنو هو. مبني على نظام ديال التوزيع. التوزيع معناه شنو؟ الناس اللي هما منخرطين الان وخدامين، ديك المساهمات اللي تيعطيو وتيوفروا بها للمستقبل ديالهم باش الدولة من بعد تخلص لهم، هذيك المساهمات هي اللي تتخلص للناس اللي هما في التقاعد. هذا هو النظام ديال التوزيع. على داك الشيء قال لك ما فيهش الافلاس لان ما فيهش الراسماله، ما فيهش التمام اللي توصلهم الدور ديال التقاعد. تيستافدوا. شنو الواقع ديال هذا النظام؟ في 83 كيفاش كنا؟ كنا 12 ديال الناس خدامين وتيساهموا. نعم. وواحد متقاعد. هذوك 12 ديك المساهمات ديالهم تتخلص ديك الواحد، وتيبقى البركه اللي منين يوصل الدور ديالهم هما ياخذوا. بحكم واحد المجموعه ديال التطورات، اننا دزنا من 12 ديال الناس رجعنا الان في 2011 ثلاثه ديال الناس فقط هما اللي خدامين على واحد، وفي واحد المرحله غنوصلوا لواحد. هذا الشيء باش وقع بواحد مجموعه من التطورات الايجابيه ديال المجتمع المغربي. سن التوظيف تقدم بحكم ان الناس رجعوا تيقراو والدبلومات، هذا الشيء كل شيء جيد جدا. كنا المعدل ديال سن التوظيف 24 سنه، رجع 27 سنه كذلك. باش يعني النسبة المدة المساهمة تقلصت، هذا جيد لأن هناك تطور. تنقول ودي رجع النسبة ديال التأطير كبرات في الإدارة المغربية وفي المجتمع المغربي ككل. كذلك تحسنت المستوى ديال الصحة وأصبح الأمل في الحياة يتقدم، والحمد لله هذا جيد جدا. معدل الحياة ارتفع. ارتفع، وبالتالي النسبة ديال الاستفادة من المعاش تقدمت، هذا الحمد لله عليه. ولكن ونحن نحمد الله
سناخذ بالسبل للمعالجه ديال الوضع، لان هادشي شنو عطى؟ عطى انه في الوقت مثلا في واحد الوقت كان عندنا في 1990 واحد النسبه ديال المساهمات تتجاوز بكثير النسبه ديال المعاشات، الان بدينا تنقربوا الموارد ديال ناخذ غير النظام ديال المعاشات المدنيه. في 2012 تقريبا وصلنا للعجز، في 2014 الان في 2014 الموارد يعني المساهمات ديال الناس اللي هما خدامين ستتجاوز النفقات ومعني المعاشات، وبالتالي اش تيوقع؟ اذا تاخرنا في دق ناقوس الخطر على عامين عاد ولينا تنقولوا تاخرنا ماشي تاخرنا، كانت هناك اجراءات في 2004 اتخذت اجراءات وانطلق النقاش في 2000. هادشي ماشي جالس في البلاد، راه شحال هادي في 2000 النقابات الاكثر تمثيليه مع الحكومه مع الفاعلين ديال القطاع الخاص مع الصناديق كونوا انطلق النقاش في 2003 وفي 2004 وتكونت لجنه تقنيه واشتغلت مئات الاجتماعات على هذا الامر. هذا وصل لواحد المرحله، وبالتالي هذا الامر هو اللي خصو يتعرف. ما كاينش الافلاس، ما غاديش يكون الافلاس الا خدينا القرارات المسؤوله تشاورنا عليها وقلنا ودي هذا الشيء هذا راه مساله ديال المصلحه الوطنيه، نحافظوا بها على القدره الشرائيه ديال الحاضر وديال المستقبل على ديال الناس المنخرطين دابا، لان المنخرط خصو يعرف بانه منين يخرج عنده التقاعد مضمون باش يكون مرتاح في باله ومرتاح في الاسره ديالو. المتقاعد اللي هو كاين حاليا ما خصو يعرف بانه راه في راس الشهر منين غادي يمشي غادي يلقى التقاعد ديالو. هذا الشيء اش تيطلب التشاور التشارك وما نبقاوش نقلبوها. انا ساكون سعيد اذا كانت هذه الاحكام القضائيه ستاتيني بمليارات الدراهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انا لست مسؤولا عن هذه عن سوء التدبير، ولكن الحكم القضائي شنو؟ كل حكم قضائي قد يزج بناس في السجون او قد ولكن لن ياتي بملايير الدراهم اللي هي. اذا شوفوا الشيخ وجاب بخصوص هذا قال لك ما كاينش الافلاس، حلول عمليه. نعم. حلول عمليه ما كاينش الافلاس، لكن بخصوص الاسباب اللي وصلت الصناديق لهذا المستوى. سعيد جدا انه الى على الاقل بعدنا نتفقوا السيد الوزير المحترم انه ما نخلعوش الناس ما كاينش الافلاس. طبيعه النظام التوزيع اتمسك بقولي لا ينتج افلاسا، ينتج خللا ديموغرافيا بطبيعته. ثانيا شنو هو الخلل الديموغرافي؟ الخلل الديموغرافي اللي قال السيد الوزير كيقل النشيط. نعم. وتكثر المتقاعد لظروف بابا فيها ايجابي. نعم. راجع العوامل المتعدده، الدوله ماكش كتشغل، الناس يدخلوا الاداره مع بدايه الاستقلال كبروا الى اخره، عوامل طبيعيه ما يقدر حتى واحد يحيدها. ولكن حذاري ثم حذاري تخلطوا البيض. كنهضروا على راه عندنا اربعه صناديق. نعم. وربما في شكلهم العام جوج او ثلاثه الانظمه ديال التوزيع الكامل، توزيع مع الراسماله، وواحد النظام ما تيعرفو حتى واحد، نظام ديال الصندوق المهني المغربي للتقاعد حتى واحد ما كيعرفوش كيدير، الدوله غايبه عليه. واكد بانه نحن نتكلم هنا عن الدوله المشغله، الدوله هنا كتهضر غير كمشغل. الدوله كتهضر كمشغل لانه كتأدي اشتراكاتها على الموظفين ديالها. مزيان اليوم مزيان نهضروا على هاد المواضيع. السيد الوزير انت ماشي مسؤول على هذا الشيء سابقا. الدوله يعني التزاماتها كدوله مشغله لسنوات متعدده ما تفعتهاش في الصندوق المغربي للتقاعد. الى حدود من اواسط التسعينات كان الصندوق المغربي للتقاعد مجرد قسم تابع لوزاره الماليه. والدوله اليوم تقدم على تكتشف، ماشي اكتشفناها اليوم، اكتشفنا بعيد بان الدوله ما كتقومش بدورها كمشغل في اداء اشتراكاتها. السيد رئيس الحكومه المحترم تيهضر على 33 كاين اللي تيقول من 1960 صحيح. لا حنا الصندوق 1948 ماشي حنا خلقنا وادي المعضله، حنا عندنا صناديق ديالنا، حنا كنا استوردنا الانظمه، استوردنا اشكالها من الخارج. باش نقول للسيد الوزير اذا كان شيء افلاس لانه كاين مشكل ديموغرافي، كتفلس فرنسا. فرنسا مشكل اعمق في العلاقه الديموغرافيه بين الناشطين والمتقاعدين وغيره. اذا اذا كنا اليوم غادي نعالجوا، يجب ان نعالج مشاكل كل صندوق على حده. السيد رئيس الحكومه المحترم تيهضر على 33% من السكان الناشطين هما اللي خاضعين للنظام، وخطيره هذه القضيه هذه. لا وجود لدوله في العالم عندها ناس قادرين على اداء اشتراكاتهم وما كتغطيهم شيء. واكد على السيد وزير الماليه المحترم، اقتصاد الماليه، وزير الشغل في العام اللي فات قال بانه عندنا المشروع ديال توسيع التغطية لفائدة الأشخاص الذين يستفيدون اليوم من تغطية صحية والتغطية الاجتماعية والتقاعد. واش كاين شي دولة فيها أطباء باغيين يدفعوا اشتراكاتهم ما كتغطيهمش الدولة، ما كتخلقهمش النظام ديال التقاعد؟ محامون، أطباء، المهن الحرة، المهن الحرة والتجار وغيرهم. راه من العار نهضروا اليوم نقولوا 33%،
الحكومه الحاليه ماشي مسؤوله متفقين، ولكن فين اجراءات العمليه؟ ما نخلطوش الامور. خاصنا اليوم اجراءات عمليه. اول اجراء اذا كنا نهضروا على الاصلاح الاصلاح هنا توسيع شبكه الحمايه الاجتماعيه لتشمل العدد الكافي من المواطنين كما يجري به العمل في دول الجوار وغير، خلينا نقولها تونس او تركيا او غيرها. حنا بوحدنا اللي تخلفنا عن نسب الاشتراك، عن نسب التغطيه. كيقول رئيس الحكومه 33 وكتقول المندوبيه الساميه تغطي 27 كما كان الحال. كيقول واحد الحكيم هناك الكذبه الصوره والكذبه الكبرى وتقول الاحصائيات كما كان الحال. 27 و33 في شي حاجه كثيره. اذا كنا نهضروا على الاصلاح اليوم ونوسعوا الشبكه ونجيبوا اموال، ندخلوا اموال في الصناديق خاصه صناديق ديال القطاع الخاص، نجيبوا الاشخاص اللي عندهم اليوم قدره على الاداء، قدره على الوفاء بالتزاماتهم. نعم. ونخلقوا اريحيه عندهم ونعطيهم امال لانهم ما يتخلصوش اليوم، غيتخلصوا من 10 سنين. واذا كنا غادي نعملوا اصلاحات في الصندوق المغربي للتقاعد خصنا نديرها مع الشركاء الاجتماعيين، ولكن كل شيء خصو يربح. راه من غير متوقع. نعم. يعني انه تجي اليوم تقول له تبغي ندير اصلاح، وكيقول كلمه الاصلاح يعني غندير معالجه وغتكون خاسر. ما يمكنش دير معالجه على ظهري وانت كدوله كحكومه يعني ما اديتيش واجباتك لمده سنوات متعدده، وما ندخلوش في التقنيات وفي الكلام التقني وفي الارقام لانه الارقام. نعم. غادي يختلفوا حولها. غير بعدنا نوقفوا مع تعريف اكاديمي مع الاستاذ شويه يبسط لنا المفاهيم، هادشي اللي تكلمنا عليه الاسباب. انا بغيت غير نلاحظ واحد الملاحظه اساسيه، وهو ان اشكاليه التقاعد ماشي اشكاليه تقنيه محضه. اقول واؤكد انها اشكاليه مجتمعيه. اللي غادي نعطيك جوج الاسباب ونوضح لكم اكثر. جوج نقاط يكفيونا. اولا اللي خدينا التغطيه الاجتماعيه ما كتجاوش 30% كما قالوا الاساتذه. هذه بعدا اشكاليه وهذه معضله. 70% ديال المغاربه لا يتوفرون على تغطيه اجتماعيه. فهذه كانت خاصها تطرح من زمان مش عاد اليوم. النقطة الثانية اللي كننساوها مع كل الأسف الشديد، وهو أن المغرب يا شيخ مبكرا انتقال ديموغرافي. وهنا يمكن نعطيو أرقام اللي في هذه النقاط. بالنسبة لهذه النقاط بجوج، كاين في المستوى ديال الظواهر ديال الإشكالية واللي أشار لها السيد الوزير والأستاذ، ولكن كاين الأسباب الجوهرية. ما هي الأسباب الجوهرية اللي كتجعل بأنه حاليا نطرح إشكالية التقاعد؟ الأسباب الجوهرية مرتبطة أولا بالاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني لا يستعيب كاع الساكنة اللي في سن التشغيل. فكاين نسبة التشغيل عندنا في المغرب 45%، البطالة حاليا 9%. نسبة النمو سواء على المستوى الكمي أو الكيفي لا تساعد على خلق ديناميكية اقتصادية في البلاد. هيكلة التشغيل كطرح إشكالية. القطاع اللي كيشغل هو هي الفلاحة ب 41% من مجموع بالنسبة للأشخاص اللي في سن التشغيل. فملي كناخذوا مثلا غير الفلاحة في 41% راه إشكالية كبيرة. علاش؟ لأن في هذه 41% بالنسبة للدراسات اللي دارت كنوجدوا أن الفلاحة تمثل 1% من 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 المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي. هذه اشكاليه كبيره. ما يمكن لنا شيء نقولوا ديرها مشكله غير تقنيه. هذه راه اشكاليه كنقول عميقه وعميقه جدا. هذه راه اشكاليه مجتمعيه. فمثلا في هذا الاطار هذا ناخذوا ملي كناخذوا 41% القطاع الفلاحي قيمته المضافه ضعيفه جدا. فالقطاع اللي كان خصو يشغل الناس بالفعل ويخلق واحد يساعد ربما حتى على مستوى حل الاشكاليه ديال التقاعد، القطاع هذا في تراجع، وهو القطاع الصناعي، بحيث لا يمثل الا 13% من حيث بالنسبه للشغيله اللي كتعمل. فلهذا النقطه الثانيه في هذه الاشكاليه كذلك هو لك اهميه القطاع غير المهيكل. القطاع غير المهيكل يمثل حاليا خارج يشغل حاليا خارج الفلاحه 2,500,000. هاد 2,500,000 راهم خارج التغطيه. نعم. فلهذا كذلك كنقطه اخرى اللي ما يمكنناش عاد نتناسوها، لانه هي السياسه الاقتصاديه. ما كنهضرش على السياسه الاقتصاديه ديال دابا، السياسه الاقتصاديه ديال هذه دابا حتى لهذا الوقت. نعم. السياسه الاقتصاديه جعلت ان مثلا الدوله عندها موقف من حيث تضيف، بالرغم ان الحاجيات كبيره وكبيره جدا. الا بغينا مثلا، لان هذا مرتبط كذلك باصلاح الوظيفه العموميه، الا بغينا مثلا اداره كتقدم خدمات جيدة واللي كترضي الجميع،
خاصنا العدد الكبير من 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 المدرسين، من الممرضين، من من رجال الامن ورجال القضاء الى غير ذلك. فلهذا الاشكاليه هذه، هذا هي المناسبه، هذه هي المناسبه لمناقشه في حوار وطني، ربما مناقشة فين أين سنذهب بالمغرب. نعم. هذا أي مغرب نريد؟ غادي نرجعوا لهدف منين نبداو نتكلموا على الحلول وش من السياق ديال الحلول. السيدة فاطمة، عندك شي أسباب أخرين اللي وصلوا يعني لصناديق التقاعد؟ بالنسبة لنا في المنظمة الديمقراطية للشغل كنعتبروا أن هذا الهجوم اليوم على نظام التقاعد كنظام للحماية الاجتماعية كيدخل في إطار واحد الهجوم نيوليبرالي متوحش على الحقوق ديال الطبقة العاملة، لأن التقاعد كنظام من أنظمة الحماية هو مكتسب تاريخي وناضلت عليه الطبقة العاملة لسنوات، ماشي شي حاجة اللي غير جات وخدوها الناس. واليوم الهجوم عليه بهذا الشكل الغير مسبوق، مع أن احنا كنعرفوا سابقا في إطار حكومة التناوب أن تعطات 11 مليار اللي تعطات باش يتحل المشكل، فإذا به الناس مشاو داروا واحد العمارة في حي الرياض عوض ما ينفستيو هذاك الفلوس تما. بمعنى أن المشكل الكبير هنا هو أي مجتمع بغينا حنايا، واش بغينا مجتمع ديال العدالة الاجتماعية، وبالتالي المدخل الاجتماعي ماشي التكنوقراطي ماشي النيوليبرالي، المدخل الاجتماعي وفق ما كان في البرنامج الانتخابي ديال السيد عبد الإله بن كيران، هو أنه غادي يزيد 3000 درهم، غيولي السمي 3000 درهم، هذه راه في البرنامج الانتخابي ديالهم، وبأنه المتقاعدين غياخذوا 1500 درهم. فإذا به اليوم ماشي التراجع فقط غير على المسألة ديال نظام التقاعد، كيف يعقل هذا التالوت اليوم اللي كنسمعوا به وكيسميوه بعض الرفاق النقابيين التالوت الملعون؟ اليوم نزيدوا في السن ونعودوا نراجعوا اخر الاجر اللي غيتقطع عليه، كيف يعني ان هذا يمكن تقبلوا الطبقه العامله اليوم ويقبلوه المغاربه؟ المدخل الحقيقي لحل هذا المشكل هو اولا المساءله، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، خصنا نرجعوا. اليوم المتقاعدين ما كيستافدوش، عندنا الاف الناس لهذيك الاجره اللي عندهم ما كتداويهمش ما كتعيشهمش، راهما متسكعين في الشوارع، راهما كيمسحوا الطوموبيلات، ما عندهمش التغطيه الكامله اليوم بهذه الوضعيه هذه. الناس من الف كما قال الاستاذ، الصندوق المغربي للتقاعد من 1930 من ايام الحمايه، ولا سي ان اس اس من 1960، وشحال ديال الناس خدموا من 1960 حتى لدابا، كيف يعقل هذا الخلل؟ هذه خيانه الامانه. الناس حطوا فلوسهم، فينا هما الفلوس ديالهم؟ هذا سؤال بسيط، لكننا كنهضروا مع المواطنين، راحنا عارفين المواطنين عندنا واحد 40 حتى 50% ديال الاميه، خصنا فعلا نهضروا مع المواطنين، والمواطنين اليوم بغاو ولادهم يخدموا، علاش حنا يلا عندنا، راه عندنا كاع الاحصائيات، هذوك الوراق ودوك الجداول راه عندنا ديال وزاره الماليه، دابا عندنا يلا الشباب كيشكلوا 13%، ها هما حاملي الشهادات المعطلين بالالاف، يمكننا نوظفوهم. هاد الناس اللي خدامين في القطاع الغير مهيكل، كيف يعقل كتقولوا كنجلسوا مع النقابات الاكثر تمثيليه وتنجلسوا مع الباترونه؟ شحال كتمثل الباترونه السيده مريم بن صالح؟ شحال كتمثل؟ ما كتمثلش حتى 5% ديال ديال ديال. كاينه فوضى عارمه، وهنا كاينه مسؤوليه ديال الدوله لحمايه اولا المواطنين وللحفاظ على النظام ديال التقاعد كنظام ديال الحمايه الاجتماعيه، لانه لا يمكن احنا كموظفين والعمال اننا نخلصوا واحد التسيب وواحد الناب داروا ناس اخرين، خصنا هيئه ديال الانصاف والمصالحه. نعم. وجبر الضرب. خليو السيد الوزير الفرصه باش يجاوب، ويجاوب على سؤال احد المشاهدين. نقابيم البيضاء يقول: عدم تاديه الدوله كمشغل لمساهمتها من 56 الى 96 ساهم في ازمه الصندوق الوطني للتقاعد، وحتى المبالغ الماليه التي حولتها الدوله للصندوق الوطني للتقاعد لا توازي الديون المستحقه للدوله كمشغل، وبالتالي فالدوله ملزمه بايجاد حل لمشكل كانت هي احد اسبابه. أنا غير من باب الإنصاف، أنا هذه المرحلة لست مسؤولا عليها، ولكن من باب الاستمرارية ديال الدولة. لا، المسؤولية ديال الدولة سأدافع. لا، سأدافع عن تصرفات الدولة في هذه المرحلة. الدولة أدت الواجبات ديالها في 2000 كاملة. شوف، كاينة مرحلة حتى 89 من الناحية القانونية الدولة لم تكن ملزمة بشيء من الناحية القانونية.
من 89 إلى معد من الناحية القانونية الآن الدولة كمشغل ملزمة. وكيفاش كانت قبل ما ملزمش قبل 89؟ بالقانون، بالقانون أنا تنتكلمك على القانون. ومع ذلك ومع ذلك كانت هناك لجنة تكلفت أن تصنطوا لبعضياتنا، أين قانون؟ أنا تنتكلم عن القانون. لا غير حيت جاتنا ما فهمناش ان الدوله غتدافع. نقولوا كلام قلنا لك الدوله اللي تدافع على القانون ما ملتزماش بواحد القانون. عطينا معلومه الله يرحم لك الوالدين شنو القانون هذا اللي كيقول بان الدوله ما غتخلص. اذا قلت من 56 ل 89 كان وضع، ومن 89 وما بعد كان وضع اخر. نعم. ومع ذلك الحكومه ديال في 2005 جلسات وكونت لجنه اشتغلت على هذه المتأخرات ديال الدولة تجاه الصندوق ديال المغربي للتقاعد. لجنة تقنية حددت ووصل الرقم إلى 11 ديال المليار ديال الدرهم دفعته الدولة كاملة. ما لم تدفعه الدولة هو ما يمكن أن يقال من تساؤل. تساؤل هو يقول لك هذه 11 اللي كانت، هاد 11 المليار غير عفوا، هاد 11 المليار اللي كانت كمتأخرات وكانت تعطات للصندوق المغربي للتقاعد كان غادي يستثمرها. كانت تتحدث على 19 مليار درهم. غادي تجيب غير بلاتي، غير بلاتي نديروا نقاش عام. هاد 11 ديال المليار اللي خلاتها الدولة عندها راه ماشي خلاتها هكذاك، راه دارت بها مشاريع أخرى عادت بالنفع على عموم المواطنين. إلى نديروا حساب عام، أنا أدافع عن مرحلة لست مسؤولا عنها، ولكن غير باش كل واحد نعطيوه، غير باش المواطن مشاريع ناجحة ولا غير المواطن يكون عنده المواطن كل عنده كل المعطيات. حنا دابا في نقاش وطني أتمنى أن يكون هادئا حتى يعود بالنفع على عموم المواطنين. حنا ما كاين حتى واحد، حنا ماشي هذاك. هذه المسألة المشكل كاين، المشكل ديال الصناديق اللي بغى يدير عينيه هكذا وما يشوفش، راك الحفره كاينه. نعم. الانسان يفتح عينيه مزيان وديك الحفره يسدها ويدوز. نعم سيدي، غير دابا الدوله ادات كافه المساهمات ديالها. غير هذاك الدوله ادات 11 ديال المليار ديال المتاخرات ديالها، هذه الاولى. ثانيا الدوله منين تدار ديك التقاعد المبكر، الدوله ادات 8 ديال المليار على هذوك الناس اللي مشاو للتقاعد وما سيترتب من التزامات على ديك الخروج المبكر للتقاعد، ادت 8 ديال المليار ديال الدرهم. اذا هذه كاينه. الان المشكل كاين، المشكل كاين. شنو هي الطريقه؟ كاين مجموعه من المقاييس، مجموعه من المعايير، مجموعه من الحلول ينبغي ان نتناقش فيها. ما يمكنش ما نقولوش المشكل كاين ولا الافلاس، الشبح ديال الافلاس. الشبح ديال الافلاس كاين الا ما اتخذ حتى شي قرار. الا شوف، إلى هذا النهار اتفقنا في هذه الطبلة بأنه ما كاين حتى مشكل وخرجنا من هنا، أنا نقول لك كاين الإفلاس. إلى ناقشنا وعلى ملاحظات، كل له ملاحظاته، واش نأخروا السن؟ نعم. الطريقة ديال التأخير ديال السن، وهذوك الناس اللي هما عندهم حقوق مكتسبة اللي دخلوا وهو قدامه 60 عام، هذا السيد اللي هو مازال ليه شهرين 60 عام وأنت تقول ليه غنزيدوا، هذه الحيثيات وهذه التفاصيل كلها تعتبر وتؤخذ بعين الاعتبار، لأن احنا ما تنتعاملوا مع بشر، تنتعاملوا مع حالات، تنتعاملوا مع مصالح ديال الناس وحقوق مكتسبه. غادي نزيدوا شنو هو الاجر الذي يحتسب على اصله، على اساسه المعاش، شنو هي النسبه ديال المساهمه. هادشي كله يناقش في اطار الحقوق المكتسبه، ولكن ينبغي ان نستحضر كمسؤولين، كنقابات، كفاعلين اجتماعيين، كفاعلين اقتصاديين، كمواطنين، بان راه تنتكلموا على المحافظه. انا بالنسبه لي الان كمنخرط في الصندوق خصني باش نكون، يعني هذه الرؤيه باش نكون خدام في امان الله وعايش مع وليداتي في امان الله، تنعرف بان التقاعد ديالي مضمون. ما يمكنش بالحساب انا دابا التقاعد ديالي ما يمكنليش الدوله غدا تخلصوا ليا علامه استفهام ونقول اودي انا نعس في امان الله. نفس الشيء المتقاعد اللي هو كاين الان واللي هو التقاعد ديالو مهدد وعليه علامه استفهام خصو حتى هو يكون هذا انطلاق. هذا الجانب الاجتماعي. هناك ما تنقولوش حنا راه كاين احتياطيات موجوده، كاين 220 مليار ديال الاحتياطيات اللي هي متوفره، وفرتها هذه الصناديق مجموعه، ولكن مقابلها كاين التزامات هاد المنخرطين اللي كاينين، التزامات ديالهم تجاه هذه الصناديق تفوق هذه الاحتياطيات. وهاد الاحتياطيات مره اخرى لانه غالبا ما تنمشيو للجانب الاجتماعي، وعاد غادي نرجع للاصلاح لان الاصلاح مهم. ما فيهش مره اخرى ما نركزوش غير على هذا الجانب ديال المقاييس وهذا الجانب ديال التخوف من توفر المعاش من عدمه، هذه مساله. ولكن كاينه القضيه ديال النسبه ديال التغطيه مهمه ومهمه جدا وخصنا نناقشوها، لان هذا يعني مشروع مجتمعي. هل يعقل بان عندك 10 مليون ديال السكان الساكنه النشيطه
والمنخرطين في هذا النظام واللي هما تينتظروا انهم يؤديوا خدمات جليله للوطن اقتصاديه اجتماعيه سياسيه، يلاه 33% هما اللي مطمئنين على بالهم وعليهم على مسيرهم. وبالتالي هذا الجانب هذا. كاين جانب اخر مهم اللي تنغفلوه في الانظمه ديال التقاعد اللي ينبغي ان نستحضره، هو النقاش اللي قال الاستاذ حول الجانب الاقتصادي. الانظمه ديال التقاعد تؤدي، وهذه القضيه ديال التوفر ديالها على احتياطيات وكون ان نعطيوها افق زمني بعيد لتيضمن الحقوق ديال الناس، ولكن في نفس الوقت يوفر احتياطيات. هذه الاحتياطيات ما هيش نعسه، هاد 220 مليار اللي ديال الاحتياطيات ما هيش راه في الدوره الاقتصاديه يستثمر بها المستثمر. نعم. وبالتالي تخلق فرص شغل، هذه الفرص الشغل هي التي تضخ في المنخرطين، هاد المنخرطين هما اللي تيساهموا في المتقاعدين، وبالتالي القضيه دايره. نعم. والنظام هو نظام في نفس الوقت اقتصادي واجتماعي. اذا منين تنتكلموا على التوسيع ديال المستفيدين، التوسيع ديال المنخرطين، تنتكلموا على واحد الافق اجتماعي، واحد نظام اجتماعي اللي تيضمن الكرامه وتوسع القاعده ديال هذه الكرامه للناس اللي هما مشغلين ومستقرين وعايشين بالاحساس ديال الطمانينه على المستقبل ديالهم، ولكن في نفس الوقت تنتكلموا على نظام اقتصادي اللي تيضخ في الدوره الاقتصاديه. نعم. اموال طائله تستثمر في القطاع الخاص توفر. نعم. فرص الشغل، وبالتالي هذه الفرص الشغل تعملوا على الديمومه. نعم. ديال التقاعد. هذا هو يعني الموضوع اللي خصنا بعض النقابات ممثلي النقابات كيفاش كانت ردود الفعل ديالهم بعد خطاب السيد رئيس الحكومه. الانتظارات ديالنا من اصلاح كل الصناديق وخاصه الصندوق المغربي للتقاعد الا يكون على حساب المنخرطين في هذا الصندوق، لانهم لم يكونوا في التدبير ولا في التسيير، بل هم ضحيه ديال سوء تدبير هذا الصندوق. كنعتبروا بان الاصلاح يهم صندوق بصندوق، اذا كان هناك صندوق في ازمه وجب اصلاحه واتخاذ القرارات من أجل إعادة البناء ديالو، وليس ما يقترحه البعض بدمج جميع الصناديق وحل مشاكل صندوق القطاع العام على حساب صناديق القطاع الخاص، فهذه ستكون كارثية بالنسبة للحماية الاجتماعية والأنظمة التقاعد ببلادنا. نحن كنقابات كذلك مدعوون لنقاش هادئ من أجل مصلحة الجميع، وكذلك لا يمكن أن نتراجع أو أن نتخلى عن المكتسبات، فنحن كذلك مهمتنا كنقابيين لابد أن نستحضر المكتسبات ولا يمكن أن نقبل بالتراجع عنها، ولكن نحن مستعدون لإعطاء مجموعة من السيناريوهات التي بإمكانها أن تخرجنا من النفق. وكذلك نسجل نحن في الاتحاد العام أننا مدعوين من أكثر من أي وقت مضى بأن نكون وطنيين وأن نكون أكثر جرأة وأن نكون مخلصين. لماذا؟ لأن هذه المسألة ليست سياسية ولا علاقة لها بالمزايدات السياسية بقدر ما هي مسألة اجتماعية وحماية اجتماعية لا تقبل أي مزايدة ولا تقبل أي تأخير. إذن هذه بعض آراء بعض ممثلي النقابات. السيد الوزير تحدث على شنو الحكومة تتنوي تعملوا، سؤال السي جلال الإدريسي، هل هناك نية حقيقية للإصلاح من طرف الحكومة والنقابات والمشغلين، أم أن المتقاعدين سواء الموظفين سيجدون أنفسهم مرة أخرى مجبرين على التنازل عن مكتسباتهم من أجل إصلاح الصناديق هي أولا وقبل كل شيء ضحية فساد وسوء تدبير السخوجة، واش لمستوا من الحكومه نيه حقيقيه في الحوار السي او التشاور معكم؟ السي رئيس الحكومه قال بانه هذا الموضوع ماشي ديال المواجهه مع الاحزاب ولا مع النقابات. اكيد هذا ماشي موضوع المواجهه وماشي موضوع المزايده، اكيد. كنخليني نرجع للسيد الوزير ودفاعه على الحكومات السابقه، تيقول ولكن انا لم اجد وانا خبرتي شويه في هذا المجال، ما لقيتش شي حاجه الذي يعفي الدوله كمشغل من اداء الاشتراكات. خلوا القانون، انا اتكلم عن الدوله كمشغل، كاينش نهائيا وكاينش في الادبيات الدوليه شي حد يقول لك الدوله ما تدفعش اشتراكاتها. الدوله قصرت في حقها وزاد كملته بالتقاعد المبكر. السيد الوزير كنت في الاداره ما ادات ذاك الشراكات الا بعد هيئه نوويات وشفاعات من قريش، الشراكات المتعلقه بالتقاعد المبكر. خلي التقاعد المبكر في حد ذاته وما خلق من 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 سوء التوازن لا في الاداره لا في التقاعد. مشاهد الشيء هذا ما بقاوش نهضروا فيه.
المشكل اليوم وانا الاستاذ طرحوا وقال بنا مشكل سياسي اجتماعي. المشكل اليوم غير نميزوا على ما كنهضروا، واش الدوله المشغله ولا الدوله الضامنه للحقوق؟ حنا لحد الان كنهضروا على الدوله كمشغل لا غير، كنهضروا الدوله كضامنه للحقوق. باش ناكد هذا الشيء، هذا الدوله جات واحد النهار في الحوار الاجتماعي مع النقابات وقررت ترفع الحد الادنى للمعاش الى 1000 درهم، ما اداتش الدوله من جيبها، اداوا المتقاعد يعني النشيطين سواء تعلق الامر الوظيفي العمومي او تعلق القطاع الخاص. كل القرارات اللي تعلقات ب بعض القرارات اللي تعلقات بتحسين بعض المعاشات تمت على ظهر المشتركين، الدوله ما خرجت والو. وبالتالي علاش السي عبد الرحمن كنقول هذه المساله هذه باش يفهموا المواطنين على انه الانظمه ديال الحمايه الاجتماعيه من طبيعتين اساسيتين. الطبيعه ديال التعاقديه، يعني المواطنين كيتعاقدوا، رؤساء الشركات والعمال كيتعاقدوا، وهو ما يسمى بالنظام البيسمارك الالماني، او نظام كتخلق فيه الدوله واحد الحركيه اللي هي براسها كتضمن الحقوق ملي كيتعلق فوق ما جا عجز، الا وهي كتجي وكتضمن وكتضخ اموال باش تحيد ذاك العجز. اليوم تيقول لي السيد الوزير الاحتياطات راه كتدخات في الاموال. السيد الوزير كيعرف اكثر مني على انه الانظمه ديال التوزيع لا تخلق احتياطات، هذا منكر بهتان. الانظمه ديال التوزيع اللي كيتجمع كتفرق على النظام اللي كيخلق الاحتياطات، ما عنديش الترجمه الفرنسيه ديالو ولا بقي ميشلوني، ماشي هو النظام ديال التوزيع. نظام ابريد يعني خليط بين المدخرات الجماعيه ليبارني كوليكتيف وما بين التوزيع. على كل اليوم خصنا السيد الوزير المحترم الله يكثر خيرك، راه الهضره اللي كنهضروا كنهضروا على الصندوق المغربي للتقاعد، ما كنهضروش على القطاعات الاخرى، ما كنهضروش على نظام الجماعي اللي نحي رواتب التقاعد، امواله طائله كبيره وما عنده مشكل ديال السيوله وما عندوش مشكل، يعني ما عندوش عجز اكتواري لانه الشراكات كثيره والنسبه ديال الاسترداد قليله. ما كنهضروش على النظام المهني ديال الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اموال كثيره الذي لا يغطي اليوم الا واحد الفئه من العمال وديال والمستخدمين في القطاع الخاص اللي عندهم امكانيه انه يشتركوا في مجالين. اليوم خصنا ندير وقفه شجاعه نقولوا بانه ليس لدينا الى حدود اليوم ليس لدينا نظام اجتماعي درناه احنا باش يخلق ظروف العيش الكريم من المواطنين المغاربه، تنقولوها بكل شجاعه. ثانيا نقولوا على انه اليوم اذا كانت شي حاجه دار ونسميوها الاصلاح بحال اللي قال الاستاذ القطاع الفلاحي، كتعرفوا على القطاع الفلاحي شمل بنظام الضمان الاجتماعي في 81 ولكن ما جرناش، شدينا العامل الفلاحي لبسناه الكومبينيزون الخدام ديال الصناعه، جبنا نظام. وبالتالي وهنا غادي ينتهي اي نظام اللي ما فيهش المرونه اللازمه باش يتاقلم مع الوضع الاقتصادي الاجتماعي المالي اللي كتخلقوا ظروف داخليه وخارجيه، اذا هو نظام يعني غادي للفشل. اذا السؤال المطروح، واش الحكومه اليوم عندها القدره وعندها الامكانيه باش انه نمشيو جميع كمعارضه كحكومه كنقابات من اجل اعاده النظر في هذا العجب اللي عندنا اللي اصبح متجاوز متهاكل بشكل شجاع بشكل اريحي، ونخلقوا بوادر ديال نظام اجتماعي عادل يغطي كافه السكان النشيطين وتعطي ظروف العيش الكريم لاقصى ممكن من المواطن. يعني غير ذكرتي تعدد انظمه التقاعد، ربما مع الاستاذ فسرنا يعني هذا النظام، يعني هناك ما كاينش نظام واحد، خصوصا انه كاين اللي تيدعي للجمع الان في اطار الحلول. ربما توضيح ومن بعد ندخل في امور اخرى. هناك حاليا 4 صناديق، ولكن هناك صناديق مستقله كذلك، اظن باقي واحد 2 صناديق مستقله، ولكن ملي كنهضروا على 4 صناديق في الحقيقه كاين مؤسسه اخرى مرتبطه بارتباط كبير مع هذه الصناديق. فكاين صندوق الضمان الوطني، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاين الصندوق المغربي للتقاعد، كاين سي مار وكاين لو ار سي ار. ملي كتاخذ سي ان اس اس ولو ار سي ار مرتبطين بلا سي دي جي، ولا هذا غدا غادي دير اصلاح ما يمكنلكش ما تفكرش في الموقع ديال، لانه صندوق الايداع والتدبير. لان علاش؟ لان الضمان الاجتماعي عنده جوج ديال الركائز، عنده ركيزه اداريه وهي اللي كتقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يخص التغطيه و تتبع التصريحات الى غير ذلك، وعنده ركيزه ثانيه هي الركيزه الماليه اللي هي صندوق الايداع والتدبير اللي كيقوم ب استثمار الاموال، وفي نفس الوقت صندوق الايداع والتدبير يشرف بطريقه غير مباشره على لو ار سي ار.
إذن على الأقل خصنا غير لأن اللي كنلاحظ غالبا وهو أن حتى في التشخيص بعض المرات كنقولوا ودي التشخيص عارفينه، ماشي دائما كيكون غالب الأحيان إلى حد الآن في النقاش كنلاحظ بأن التشخيص كنربطوه أساسا في الأمور التقنية والظواهر اللي كتعرفها الإشكالية، ولكن التشخيص راه أعمق من هذا. لهذا أنا بالنسبة لي شخصيا كاقتصادي وكمواطن عادي بالنسبة للإشكالية ديال التقاعد مرتبطة بالتشغيل. شغل الناس تحل المشكل، ما هي لو واش دخلتي فلوس ولا ما خل... واش الدوله خرجت غدا الدوله تقوم بالواجب ديالها وتقوم بالتوظيف بالتشغيل التشغيل تفتح الباب للتشغيل وتحسن لان اش كيوقع واش وقع لنا في المجتمع المغربي وفي القطاع ديال الاقتصاد. الاقتصاد ديالنا التاثير ديالو ضعيف جدا، 78% ديال المقاولات مقاولات صغيره ومتوسطه لا تشغل الاطر، اقل من 10% لا تشغل الاطر. ملي كنقولوا مثلا ملائمه الجامعه مع الاقتصاد، واش تلائم الجامعه مع التخلف؟ هذا اشكاليه كبيره. كذلك ملي كنمشي على مستوى الاداره كنوجد بان التاثير ضعيف. عندنا فعلا 800,000 ديال الموظفين و 170,000 ديال في الجماعات المحليه، ولكن بالمقارنه مع دول اخرى راه عندهم اكثر. حنا المشكل اللي عندنا في الكتله الاجريه، ملي كنديروا الكتله الاجريه شوف دابا الاشكال اللي كتوقع، المشاكل اللي كتوقع لنا ملي كناخذوا الكتله الاجريه كنقارنوها مع الناتج الداخلي الخام كنقولوا حنا في 11%، اذا خصنا نقصوا من الكتله الاجريه. ولكن الاشكاليه ماشي في الكتله الاجريه، الاشكاليه في الناتج الداخلي الخام، وهو ان التنميه ضعيفه. فلهذا انا كنظن هذه مناسبه، انا كنظن هذه مناسبه انه يكون واحد الحوار ما بين جميع الفرق. وكنلاحظ على مستوى التشغيل وهذا اللي بغيت ناكد عليه كذلك، التشغيل ليس مرتبط بالضروره بالتنميه، لان الى حد الاشكاليه هذا الخطا اللي واقعين فيه وهو انك ملي كتسول كتقول له ودي خصنا نشغلوا الناس كيقول لك لا، ولا بغينا نشغلوا خصنا التنميه وخصنا الاستثمار. انا كنقول لك ودي يمكن لك تخلق شغل خارج التنميه اور كرواسونس، هناك فرص كثيره وعديده، يكفي انه نبدع ان نخرج من هذا التقليد وان نخرج من داك الفكر الاحادي. يجب ان نبدع، والابداع ما غاديش يكون غير من جهه الحكومه، غادي يكون كذلك من جهه نعم، لكن يجب ايضا توفير واحد المناخ ديال انا بغيت نتكلم من واحد النقطه في هذا النقاش كامل. انا بما انه الهم ديالي هو الموضوعيه في هذا الشيء كامل، مشيت راجعت قريت البرنامج الحكومي اللي فيه شي تقريبا 200 صفحه ولا 300 صفحه، وخديت النقاط اللي جا في البرنامج الحكومي فيما يخص التقاعد. واحد فقره إذا كان يمكن نقرا عليك وغادي تفهم في الصفحة 79 بخصوص أنظمة التقاعد، تسعى الحكومة إلى إصلاح مندمج لنظام التقاعد بما يحفي توازنه المالي واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل، وهذا مهم جدا. أنا غير نمشي غير في هذا الاتجاه، أنا كنقول للإخوان في الحكومة سيروا لنا في هذا الاتجاه المشكل يتحل، لتشمل المهن الحرة نعم والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد، ونفتح قوسين فيما يخص الصيد، لأن كاين واحد المحاولات وربما الأستاذ يعرفهم، كانت واحد المحاولة ديال مثلا الضمان الحرفي فين وصلنا فيه؟ فياسكو. كانت محاولة من طرف صندوق إدارة البير باش يغطي البحارة، النظام البحري فين وصلنا فيه؟ فياسكو. على كل ما دارش هذاك، لأن هذاك وقفته الحكومة ديال 98. لا ما دارش، أنا كنت ذاك ساعة أنا في صندوق إدارة البير، هذاك مع كل الأسف الشديد ما تجربش. فكنلاحظوا الصناعه التقليديه الفلاحه والصيد التقليدي الساحلي والتعاونات، وذلك وفق منهجيه ما قال السيد الوزير تشاركيه نعم. مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، كما سنعمل على تحسين حكامه تدبير صناديق التقاعد بما يضمن نجاعات مردوديتها. انا كنظن غير هذه نشوفوا هذه المقاربه اللي تحدثت عليها مع السيده فاطمه، كيفاش تشوفوا انتم في داخل النقابه انه هذه المعالجه خصها تكون؟ وي حنا بالنسبه لنا في المنظمه الديمقراطيه للشغل، اولا بغيت نثير واحد المساله ديال استقبال ديال الحكومه للنقابات الاكثر تمثيليه. اولا حنا كنعرفوا في المغرب كاين جوج نقابات اكثر تمثيليه لا غير، ما كاينش خمسه، كاينين جوج بالنتائج ديال الانتخابات ومعروفه، ولكن الحكومه ترتئي انها تعيط على خمسه ديال النقابات كتقول عندها خمسه اكثر تمثيليه، مع اننا كنعرفوا جوج اللي هما اكثر تمثيليه. على ذكر نقابات راه كاين نقابات هادو تشكاو اليوم هاتفيا على الحضور ديال النقابه ديالكم، قال لك كاين نقابات اكثر تمثيليه اللي ستكون ممتلئه في البرنامج بالوراق وبالوثائق، هي لا سي دي تي واليوم تي معروفين الاربعه الاستاذه. كاينين جوج نقابات اللي عندهم فوق 6%. لا ماشي اربعه. انا درت انتخابات. ما نغيروش الموضوع الله يخليك، تفضل كملي لا فاطمه. الانتخابات راه موجوده النتائج. غير ما تحمل. بغض النظر على هذه المساله، لان الان كاينه الديمقراطيه التمثيليه وكاينه الديمقراطيه التشاركيه. ايوا واخا
حنا اقل تمثيليه، يولي اقل تمثيليه خصك تسمعوا. لما بغيتيش تسمعني في الحكومه، الحمد لله كنشكركم على هذا البرنامج، حنا كيسمعونا، كيمكن لنا يسمعونا في الشارع ماشي مشكل. ولكن اللي اساسي هو ان السيد الوزير تنتصنت ليه، والحكومه تقريبا كلها غدا على هذا النهج اللي كنعتبروه توجيه واملاءات ديال البنك الدولي، لان لا يمكن باش نحل المشكله بمقاربه ماليه محاسباتيه. انا سمعت متفقه مع الاستاذ ملي كيطرح الابعاد. حنا مغاربه وكنحبوا هذه البلاد ويدنا على قلبنا على بلادنا، وما نبغيو حتى حاجه تكون فيها الفلاس ولا يكون فيها الخراب، ولكن كاينه المسؤوليه. ما يمكنش لنا اليوم مشينا مثلا غير الان المكتسب اللي كاين في التقاعد، واش جا هكاك؟ راه جا بفضل نضالات ديال الطبقه العامله، بفضل واحد المجهود كبير بدلته الحركه النقابيه. حنا لا نبخس الناس حقها، كان نضال كبير، ولكن اليوم هذه حكومه كان عندها برنامج كما تفضل الاستاذ، وحتى انا قريته، عندي رقم 59 72 حقيقه، برنامج فيه مجموعه ديال الافكار اللي هي مهمه، ولكن لشديد الاسف منين جاوا الناس كيسيروا الشأن العام اليوم كيبداو كيهبطوا لنا ثاني للمقاربه التكنوقراطيه، واللي تكنوقراط بطبيعه الحال ما عندهمش مسؤوليه سياسيه. بالنسبه لنا حنا في المنظمه الديمقراطيه للشغل كنعتبروا بان النظام ديال التقاعد المبني على التوزيع، وراه بدا السيد الوزير تيشرح وما كملش، لان كاين التوزيع والرسماله، ونزيدوا نشرحوا للمغاربه. التوزيع ما فيهش الادخار، كناخذوا من هنا وكنحطوا هنا. الرسماله فيها السوق المالي، السيد يجي ملي كياخذ الفلوس وكيمشي كيوظفها في جهه اخرى، الا وقعت ازمه في شي بلاصه دونك الناس كتضرر. عاد المشكل ديال لا سي ان اس اس فيه 6000 درهم هو الحد الاقصى، واخا تكون انت مستخدم ب 20000 درهم ولا ب 40000 درهم كتخرج. بمعنى حنا في الصندوق ديال التقاعد المهني اللي كنخضعوا ليه حنا عندنا مكتسب، والمكتسبات ما تنضيعوهاش، بالعكس نفكروا اننا نزيدوا شي حاجه للموظفين والمأجورين، ونزيدوا شي حاجه للطبقه العامله، ماشي انا نرجعوا للور. المشكل ديال المغادره الطوعيه، ايوا كيفاش زعما حنايا معزولين؟ هاد المغادره الطوعيه واش الناس اللي كيسيروا، الدوله دائما مستمره، الناس اللي كيسيروا واش المغادره الطوعيه كانت قرار مقبول؟ ولشديد الاسف الناس في النقابات وكانوا متفرغين واستافدوا من هاد المصيبه ديال المغادره الطوعيه اللي كان فيها هجوم على الوظيفه العموميه وعلى الخدمات العموميه. وحنا كنفهموا بان الهجوم اليوم على انظمه التقاعد كيدخل في اطار الهجوم على الخدمه العموميه، لان حنا خصنا الا بغينا الحلول اللي كنقترحوا حنا نظامين ديال التقاعد، كاين النظام اللي خاص بالقطاع الخاص والنظام اللي خاص بالقطاع العام، والمكتسب اللي في القطاع العام سنناضل بكل ما اوتينا، وندعو الحركه النقابيه واللي باقي فيها من الشرفاء ومن الناس اللي متحملين نيت الهم ديال الطبقه العامله ان ما يتمش التخلي على هذا النظام. كيف يعقل اليوم نزيدوا للناس في العمل؟ كاين مهن اللي من الصعب بمكان انك تزيد. نعطي غير المثال ديال القطاع ديال السكك الحديديه وديال الفوسفات. الفوسفات كان عندهم 55 عام، دخل لي اركار وصلهم 60، وحنا كنعرفوا الوضعيه ديال الصحه والسلامه المهنيه في القطاع ديال الفوسفات. نجي للقطاع ديال التعليم، الناس في 60 عام كطيح، علاش الاغلبيه ديال الناس الان كيقولوا نخرجوا تقاعد نسبي؟ لان الوضعيه مثلا في بعض القطاعات ماشي، حنا كنطالبوا مثلا بالنسبه للنساء خص 55 عام المراه تخرج لاسباب موضوعيه. 60 عام الناس كطيح في الاقسام، كطيح في المقرات ديال العمل ديالها، عاد حنا غادي نزيدوا عامين وغادي نرجعوا الاجره ديال 10 سنين، ودابا اللي كتعطى باليد اليمنيه نعم. كيتحيد غادي السيدة فاطمة غنرجعوا لها غير ملي تكلم 600 درهم اللي تعطات، حنا زدنا راه 3% غادي غنجيو للحلول، غنجيو للحلول بالتفصيل غير مع السيد الوزير. قبل ما نذكروا كاين مجموعه ديال الحلول طرحها السيد رئيس الحكومه، نتكلموا اولا على المقاربه. الان من خلال النقاش تبين تيقول لك اودي هذا خصو نقاش وطني، لان موضوع عام تيهم الامه كامله. علاش تجي تطرح المشكل ومن بعد تطرح واحد المجموعه ديال الحلول بدون فتح واحد النقاش وطني؟ علاش ما تلجؤوش لواحد الحوار وطني بحال مثلا كما تيدعوا له الناس في موضوع المقاصه؟ لان هذه موضوع مواضيع جامعه وشامله. هو شوف حنا في هذه المساله ديال الاصلاح ديال الانظمه ديال التقاعد، الحكومه كانت واضحه. الأستاذ الشيقير مشكورا قرأ الفقرة من الصفحة 79 ديال البرنامج الحكومي، فيها المكونات ديال الإصلاح اللي يبدو أننا متفقين عليها. دابا الأخت الكريمة وأنا تنصنت لها
قالت لك خصنا نمشيو للاصلاح بقطبين، وقالت لك اودي نحافظوا على الحقوق المكتسبه، نشوفوا سن التقاعد، راه كاين السكاك، راه كاين كذا، راه كاين كذا، راه كاين كذا. غير باش نذكر، هذا السن ديال التقاعد راه في الوظيفه العموميه كاين دابا فئات تتخرج حتى ل 65 عام من الناس اللي هما حتى هما اصحاب الطباشير. يعني غير باش نبينوا، يعني لا غير باش نبينوا هذه المساله، لا غير ما نبقاوش وماشي نفس الظروف. لا يعني الناس انا شوف، ولكن نفس الظروف، انا نفس الظروف. انا الوالد ديالي اللي كيخدم 10 السوايع ماشي هو اللي كيخدم 30 ساعه. الاب ديالي رحمه الله ضرب 42 عام، ضرب 42 عام ديال القسم وديال الطباشير. 42 عام مزيان، 42 سنه. وبالتالي هذه المساله غير باش انا قلت لك، الا تفهمنا على الاباجيديات ديال الاصلاح وقلنا ودي بانه كاين مشكل، وبقدر ما نريد ان نحافظ على الحقوق المكتسبه، بقدر ما نريد ان نحافظ، انا من بين الحقوق المكتسبه من قبيله وانا تنتكلم على حق مكتسب كبير وهو المنخرط اللي تيأدي دابا حقوق، من بين الحقوق المكتسبه ان يكون عينيه على ان منين يخرج يلقى التقاعد ديالو. طبعا من بين الحقوق المكتسبه ان المتقاعد حاليا نعم.